مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كل الاخبار اللي تخص عالم الام سي يو اللي هي لسه نازله الفتره اللي فاتت، وبلاش نطول كتير ولا نخش في الموضوع. اول خبر معانا بيقول ان هو رسميا تم تاكيد ظهور ميس مينيتس في الفيلم بتاع ديد بول 3، وميس مينيتس دي احنا شفناها في المسلسل بتاع لوكي، واللي اكد النقطه دي هو الممثل رايان رينولدز، لان على الاكونت الرسمي للشخصيه بتاعت ميس مينيتس اللي هو المفروض شركه مارفل هي المتحكمه فيه نزلت تويته من الشخصيه دي نفسها ورد عليها الممثل رايان رينولدز. فيا ترى بقى ايه العلاقه بين ميس مينيتس وبين الشخصيه بتاعت ديد بول؟ شكلنا لسه هنعرف الايام اللي جايه. وعندنا بعد كده تسريب للستوري بورد الرسميه من الموسم الثاني لمسلسل وات اف، واللي كان باين في خلال الستوري بورد ان هو في حلقه هتكون عن اتحاد دكتور سترينج مع سكارلت ويتش او واندا ماكسيموف ضد خطر معين او فيلان معين، واحنا لسه نعرف الكلام ده في خلال المسلسل. بس الحلقه دي انا حاسس ان هي هتكون من اولها لاخرها عكس فيلم دكتور سترينج 2 اللي هو كان دكتور سترينج ذا مالتيفيرس اوف مادنس، واللي كان الفيلان فيه هي سكارلت ويتش. ففي خلال الفيلم احنا كنا شايفين سكارلت ويتش هي الفيلان، اما هنا في خلال الحلقه دي احنا احتمال نشوفها ان هي مع دكتور سترينج ضد فيلن كبير، وزي ما قلت الفيلن ده ممكن نعرفه قدام قبل ما المسلسل ما ينزل كده بشويه. وكذلك برضو النقطه البسيطه دي بالنسبه لي انا شايفها ان هي تاكيد كبير على رجوع الشخصيه بتاعت واندا تاني جوه عالم الام سي يو. ولو هتقولي ازاي، فهقول لك ان المسلسل ده ممكن ينزل الاول وبعد كده نلاقي في الاعمال اللي بعد المسلسل ده شخصيه واندا هترجع تاني جوه عالم الام سي يو. ودي لو تفتكروا نفس الحركه اللي حصلت مع كابتن كارتر في الموسم الاول، لما هم شافوا رده فعل الناس الاول عليها في المسلسل خدوا ردة الفعل دي وحطوها جوه الفيلم بتاع دكتور سترينج 2 اللي هو عجبتكم الشخصية دي فاحنا هنجيبها في الفيلم لايف اكشن. فنفس النقطة دي برضو ممكن تحصل هنا، نشوف ان واندا ترجع في الموسم الثاني وبعد كده هي ترجع في اللايف اكشن، وكمان برضو احتمال ترجع بنسبة كبيرة بنفس الشخصية اللي كانت موجودة في خلال الكرتون. او بمعنى تاني عشان لو انت مش فاهم قصدي، فهي في خلال المسلسل لو شفناها ان هي شخصية طيبة فاحنا هنشوف ان هي هترجع بنفس الشخصية الطيبة دي في خلال الاعمال اللي بعد كده سواء مسلسلات او افلام. وفي برضو تصريح هي الممثلة اليزابيث اولسون كانت منزلاه من فترة، وكان ملخصه ان هي كانت عايزه تخلي الشخصيه بتاعت سكارلت ويتش او واندا تكفر عن الذنوب اللي هي عملتها في الفيلم بتاع دكتور سترينج ذا مالتيفيرس اوف مادنس، فده برضه بياكد كلامي. عندنا اول صوره رسميه من التصميمات بتاعت فيلم ذا مارفلز، وفيها ميس مارفل وكابتن مارفل وفوتون اللي هي هتتقدم في خلال الفيلم. عندنا بعد كده في صوره رسميه من الفيلم بتاع سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، وظهر فيها مايلز موراليس واهله موجودين وراه على الشمال. والصوره الثانيه كانت بتخص جوين ستيسي بالقناع بتاع سبايدر جوين. وبعد نزول الصورتين دول لقينا ان كان في اخبار وتسريبات قاعده بتقول ان هو الاعلان بتاع فيلم سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس شركه سوني بتفكر ان هي تنزله قريب. وطالما اتكلمنا عن فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، ففي برضه تصميم جديد لسه نازل من ضمن الدعايه بتاعت الفيلم، وظهر في خلال التصميم الجديد مايلز موراليس وسبايدر جوين وسبايدر مان 2099، وفي تصميم تاني لمايلز موراليس مع سبايدر مان 2099 بس. عندنا بعد كده رسميا تم الاعلان عن الكاست او الابطال بتوع فيلم ذا مارفلز، ومن ضمنهم ايمان فيلاني وبري لارسون وتيونا باريس وسامويل جاكسون وبارك سيو جون، والمخرجه هتكون نيا داكوستا. عندنا في تصميم جديد للتيشيرت عليه الصوره بتاعت فيلم سبايدر مان نو هوم واللي احنا شفناها في اخر الفيلم، بس واضح هنا فيها التفاصيل بتاعت البدله الجديده. وبالمناسبه طالما ما اتكلمنا عن سبايدر مان، فعلى حسب الاخبار اللي نزلت الفتره اللي فاتت ان احنا احتمال نشوف البدله بتاعت سبايدر مان فار فروم هوم تكمل معانا في الافلام اللي جايه بتاعت ثلاثيه توم هولاند، واحتمال برضو توم هولاند يظهر بيها في خلال فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس. عندنا بعد كده في نسخه من نسخ سبايدر مان اتاكد ظهورها في خلال فيلم سبايدر مان اكروس سبايدر فيرس، واللي هي النسخه الجديده اللي باسم سايبورغ سبايدر وومن. وكذلك برضو في خلال الفيديو اللي قدامكم نزلت العاب للشخصيه بتاعت مايلز موراليس والشخصيه بتاعت جوين ستيسي او سبايدر جوين. عندنا بعد كده الممثل هيو جاكمان اكد ان هي الاحداث بتاعت فيلم ديد بول 3 هتكون قبل الفيلم بتاع لوجان، يعني الاحداث بتاعت فيلم لوجان اللي هي كانت في 2029 قبليها هتقع على الاحداث بتاعت فيلم ديد بول 3. فتقريبا كده من خلال كلامه احنا هنربط بين الفيلم بتاع لوجان وبين فيلم ديد بول 3 وبين الاعمال بتاعت مارفل لحد السيكريت وورز. طيب يا ترى بقى دي حاجه حلوه ولا مش حلوه؟ انا بالنسبه من وجهة نظري شايف انه الكلام ده ممكن يودينا لسكة مش حلوة. والفكرة دي باختصار عشان ما اطولش في الفيديو كتير، هي نفس الفكرة بتاعت فيلم بلاك ويدو. في الفيلم بتاع افنجرز اند جيم عرفنا ان هي ناتاشا ماتت، وبعد ما ناتاشا ماتت في الفيلم بتاع اند جيم لان ان شركه مارفل صدمتنا بالفيلم بتاع بلاك ويدو، والفيلم ده ما عجبش ناس كتير، وغير كده ما كانش ليه لازمه الصراحه لان كده كده احنا عارفين ان الشخصيه دي هتموت،
وسي جي اي ما كانش حلو والكلام ده كله، بس مش عايزين نتدخل فيه. النقطه اللي تهمني دلوقتي واللي هو ان هو الفيلم ده عرفنا انه اخرته كان موت بلاك ويدو او موت نتاشا رومانوف، فالناس ما كانش مبسوطه وما كانش حتى كمان في اي روح للاكشن اللي كان موجود في خلال الفيلم. فنفس الحركه دي لو حصلت في خلال الفيلم بتاع ديد بول 3 الصراحه ما اعتقدش انها تبقى حاجه حلوه. ايوه انتوا رجعتوا هيو جاكمان في العالم بتاع الام سي يو عادي، ورجعتوا ديد بول برضه تمام ما فيش اي مشكله، بس انت من ناحيه تانية هتربطوا لي في فيلم تاني وهتعرفني ان الشخصيه دي ماتت. نفس الفكرة بتاعت فيلم بلاك ويدو، انا بتفرج على فيلم وعارف ان الشخصية دي ماتت، فاعتقد ان هي الفكرة وصلت لك. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هي الشخصية بتاعت كانج ذا كونكرور اللي باسم راما توت اتأكد ظهورها في خلال الفيلم بتاع افنجرز كانج داينستي، ولو تفتكروا الشخصية دي انا كنت قايل لكم عليها قبل كده ان هي هتظهر في خلال الفيلم. ولو فعلا الكلام ده طلع صح والتسريب ده برضه اتأكد، فاحنا كده عرفنا ان هو المفروض مون نايت، وده على حسب الكلام اللي قلته هو اللي هيواجه النسخة اللي باسم راما توت. عندنا بعد كده رسميا الكاتب جيف لوفرنس هيبدأ في الكتابة بتاعت سكريبت فيلم افنجرز كانج داينستي في خلال الأسابيع اللي جاية. عندنا بعد كده رسميا المنتج كيفن فاجي مع المخرج مات شاكمان الاتنين عينوا كتاب جدد للفيلم بتاع الفانتاستيك فور، وهما جيف كابلان وايان سبينجر، وكذلك برضو كيفن فاجي ومات شاكمان الاتنين حاليا قاعدين بيختاروا ممثلين للأدوار بتاعت الفيلم. وفي تسريبات كانت قاعدة بتنزل الفترة اللي فاتت برضو بتأكد ان هو دكتور دوم هيكون هو الفيلم بتاع الفيلم. عندنا بعد كده رسميا تم تعيين المخرج يان ديمانج لإخراج فيلم بليد. التسريب اللي بعد كده بيقول ان شخصية وايت تايجر هتظهر في خلال مسلسل دير ديفل بورن اجين. عندنا بعد كده رسميا شركة سوني اعلنت عن مسلسل لشخصية سبايدر مان اللي باسم سيلك، والمسلسل ده هيكون من انتاج امازون برايم، وهيكون باسم سيلك سبايدر سوسايتي او سيلك المجتمع العنكبوتي. والحلو في المسلسل ده ان هو هيكون لايف اكشن مش كرتون، والمشرفين على المسلسل ده هيكونوا نفس الناس اللي انتجت الاعمال بتاعت السبايدر فيرس، وهم كاريس ميلر وفيل لورد، ولحد اللحظة دي مختاروش الممثلة اللي هتلعب الدور بتاع سيلك او سيدني مون. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هي مارفل هتركز على القصة بتاعت السيمبيوت وارتباطها بسبايدر مان توم هولاند بعد الفيلم بتاع سبايدر مان 4. يعني كده عشان تبقى فاهم القصة، الفيلم اللي جاي مش هيبقى ليه اي علاقة بالسيمبيوت، ولكن ممكن يتلمح له كده تلميح بسيط، لكن الارتباط بين السيمبيوت وسبايدر مان نسخة توم هولاند ممكن يتم في سبايدر مان 5 او سبايدر مان 6 او كمان ساعة السيكريت وورز. فالموضوع ده هم لحد دلوقتي قاعدين بيأجلوه، مش عايزين ان هو السيمبيوت يرتبط بسبايدر مان حاليا، وده بالنسبه لي شايفه ان هو تلميح على حاجه قدام ممكن هي تحصل وهتكلم عليها في فيديو تاني. عندنا بعد كده تسريب شبه مؤكد اتذكر فيه ان هي الممثله شارلين وود وورد هتلعب دور بيرسلا فيوري اللي هي زوجة او مرات نيك فيوري في المسلسل بتاع سيكريت انفيجن. وايوه مش محتاج ان انا اقول ان الاتنين شبه بعض، ومش محتاج اقول برضو ان هي دي اجنده من اجندات الفيمينست. عندنا بعد كده خبر رسمي اتاكد فيه ان هي المشاهد بتاعت الشذوذ اللي المفروض كانت هتبقى موجوده في الفيلم بتاع بلاك بانثر واكاندا فور ايفر هي بالفعل اتصورت، لكن اتشالت في اخر لحظه قبل نزول الفيلم. فدي حاجه حلوه الى حد ما، لان كده هيفهمك ان شركه مارفل سمعت فعلا للشرق الاوسط، وهتحاول برضه ان هي تكسب في صفها العرب اللي هي كانت ضدهم في الفتره اللي فاتت لما هي كانت بتنزل الاعمال بتاع دكتور سترينج وثور لافن ساندر، وكانت شركه ديزني بترفض ان هي المشاهد دي تتشال من خلال الافلام بتاعتها. ففعلا الاتجاه اللي هم ماشيين فيه دلوقتي هو اتجاه فعلا صحيح، ويا رب بس الكلام ده يكمل لحد السيكريت وورز. التسريب اللي بعد كده بيقول ان هي مارفل منعت ظهور الممثل توم هولاند بالدور بتاع سبايدر مان في خلال الفيلم بتاع فينوم 1، وكذلك برضو المفروض وده اتذكر في خلال الخبر ان هو كان سبايدر مان هيظهر في خلال الفيلم الاول لفينوم، وده كان من ضمن الخطه الاصليه للفيلم. ده اذا كان هيفهمك حاجه بنزول الخبر ده في الفتره الحاليه، فهو ممكن يلمح لك على ان توم هولاند هيقابل توم هاردي او سبايدر مان هيقابل فينوم، فحاجه زي كده ممكن ياكد لك ان هو الاثنين هيقابلوا بعض فعلا، ودي حاجه هتفرحك، بس برضه في نفس الوقت هيخليك ان انت مرتبك ومش فاهم يا ترى كده فينوم او توم هاردي هيقابل انهي واحد من سبايدر مان، اندرو جارفيلد اللي هو اتاكد بعد سبايدر مان نو هوم، ولا توم هولاند اللي هو قاعد بيتلمح له من دلوقتي. عندنا بعد كده رسميا تم تاكيد اعاده كتابه سكريبت فيلم بليد من اوله لاخره، واللي هيكتب السكريبت هو مايكل ساربري. واخر خبر معانا اتاكد فيه رسميا رجوع الممثل لويس تان في الفيلم بتاع ديد بول 3، وده نفس الممثل اللي ظهر في الجزء الثاني من فيلم ديد بول، واللي اكد رجوعه هو الاكونت الرسمي بتاعه على تويتر لما اتكلم فيه وكده باسم ديد بول 3. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول بول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكريبشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.